صباح الخير، أهلا وسهلا. ودائما في آخر يوم من المؤتمر التعب هو يكون سيد الموقف، صح؟ يلا سنحاول أن تكون الورشة العمل هذه تفاعلية لكي لا تحسوا بالتعب أو الملل. قال العرب، حتى نشوف كويز. قال العرب: أول العلم. لا أدري، أحسنت. وين أعطي بونبون؟ شايفة. So, أول العلم لا أدري. طبعا قال العرب هذا أول العلم لا أدري، وكنا في العصور العباسية، ولكنها فكرة جميلة جدا. أول خطوة من خطوات التعلم هي أن أعترف بأني لا أعرف، مهم جدا. وقالوا أيضا: آفة العلم النسيان. أعطوهم بونبون. آفة العلم النسيان. إذن المصيبة التي تصيبنا عندما نتعلم هي أننا ننسى ما نتعلمه. هلأ، ما علاقة ما قاله العرب بأبحاث الدماغ الجديدة؟ أنا أتحدث عن قولين من التراث، ولكني أقول أن ما قاله العرب قديما ثبته العلم حديثا في أبحاث الدماغ. نتذكر دائما قال العرب: لا، أول العلم لا أدري. الخطوة الأولى من تعلمي هي أني لا أعرف. وقالوا أيضا أن المصيبة التي تصيب التعلم والمتعلمين هي النسيان. نتعلم شيئا وننسى، وخاصة عندما نتعلم باللغة العربية بعض التفاصيل التي لن نحتاج إليها لاحقا في حياتنا اليومية، فهي تذهب في مع الريح وفي طي النسيان. طيب، هلأ الاختبار الآخر، ننتقل مما قاله العرب إلى العلوم. أو خليني قبل أحدد لكم عفوا أهداف الورشة. سنتعرف إلى أبحاث الدماغ وكيف نكتسب اللغة، أو كيف نستطيع أن نستغل هذه الأبحاث في اكتساب اللغة. سنتعرف إلى كيف يعمل الدماغ في تعلم اللغة. بعد ذلك ما هي الطرائق أو الأساليب التي يمكن أن نعتمدها في تعليم اللغة العربية والتي هي تنسجم مع أبحاث الدماغ. سنتعرف إلى نظرية الذكاءات المتعددة. من منكم عنده معرفة قليلة بالذكاءات المتعددة؟ هاورد غاردنر. تمام. هلأ ما سنقوم به هو سأعرف بالنظرية قليلا، وبعد ذلك كيف أطبقها في صف اللغة العربية. بعد ذلك سنتحدث عن كيف ممكن لي أن أميز التعليم في الصف لأخاطب هذه الذكاءات. وسأعطيكم درسا واحدا من رياض الأطفال، درس الجارة، وكيف يمكن لهذا الدرس أن يكون نموذجا عن تطبيق أبحاث الدماغ في صف اللغة العربية. ما هذه؟ خلية عصبية، أحسنتم. وهي الخلية التي أو مجموعة الخلايا التي يتكون منها الدماغ. طيب، وكيف يعمل الدماغ؟ بكل بساطة، هناك خلية عصبية مرسلة وخلية عصبية مستقبلة، وتتم عملية الاستقبال من عبر المحور. هذه تسمى الفقرات. طبعا هذه اسمها شجيرات، شايفين الشجيرة العصبية. ناخذ كلوز هون. الفقرات هي لا تتصل، ولكن تتصل من خلال ناقل هو سائل. فإذا الخلية العصبية المرسلة تنقل المعلومة إلى عبر هذا السائل إلى الخلية العصبية المستقبلة. هكذا يتم العمل في الدماغ. طيب، هذا العمل في الدماغ هو عمل علمي بحت كيميائي، وبل في بعض يعني هو هذا الناقل كهربائي. فإذا الدماغ يعمل بطريقة لنقل المعلومة معقدة جدا، ولكن بنفس الوقت هي تنطبق. نحن ما بعرف الفكرة من هذا الشرح أننا نتعلم هذه الأمور في صفوف العلوم، وعندما نأتي إلى تعليم اللغة العربية لا نستفيد منها، وكأن اللغة العربية لا ينطبق عليها ما ينطبق. الدماغ يعمل بالطريقة نفسها،
سواء نتعلم اللغة العربية أو نتعلم الرياضيات أو العلوم. هذا ما يحدث في دماغ الطالب في حالة التعلم. طيب، أنا كمعلمة لغة عربية لأحفز عمل هذه الخليات العصبية وكيف تعمل بهذه العملية المعقدة، يجب أن يكون هناك بعض العناصر المتوافرة في صف اللغة العربية التي تحفز هذه العملية التعلمية المعقدة. رح ندخل من النظرية والعلمية إلى التطبيق، وهلأ بتشوفوا كيف ترتبط الأمور مع بعضها البعض. ما هي هذه العناصر التي يجب أن تتوفر في صف اللغة العربية حتى نؤمن علماً صحيحاً، نقلاً صحيحاً للمعلومة عبر هذه العملية المعقدة؟ اتفقنا؟ ولأتحدث عن هذه العناصر، قبل أن أدخل في العناصر سأقوم بالنشاط، يعني بطريقة معكوسة. بالحقيقة النشاط هو أني، اللي حضروا معي كمان الورش يعرفونها كم أحب القصص، سأخبركم قصة وأحتاج إلى متطوعين. إيه؟ هلأ بس عيت بل شو تجو. سأخبركم قصة. في يوم من الأيام قرر والدي أن يعمل مزارعا، أراد أن هو موظف ولكن أراد أن يعمل مزارع لأنه يحب الزراعة. فاشترى قطعة أرض وخطر على باله أنه يريد أن يزرع الجزر. مين أول متطوع؟ فإذن إيناس هي اليوم والدي، وهي تحمل، أو هي لا، هي الجزرة ولا بيجي والدي. فإذن زرع الجزرة، وهذه الجزرة عم نحكي قصة لمن دخل حديثا، نتحدث عن قصة الجزرة، والدي الذي أراد أن يزرع الجزرة ماذا فعل؟ قال زرع هذه الجزرة وكبرت هذه الجزرة وعظمت. وين والدي؟ بدي والدي. تعال. إذا كبرت هذه الجزرة وعظمت، أتى ليقلعها لم يقدر لها، فرأته أمي جاءت بالعجل. معي. أمسكته بنشاط، هاي هاي أمي وصحة دائمة، أمسكته بنشاط من غير كسل. يلا معي. أمي أمسكت أبي، أبي أمسك الجزرة، شادوا شادوا لم يقلعوها. ليه مستحيين؟ بدي أسمع الصوت. إيه؟ يلا. فرأهم مين؟ فرأهم أخي. مين أخي؟ جاء بالعجل. يلا يا أخي. فرأهم أخي جاء بالعجل، أمسكهم بنشاط من غير كسل. يلا. أخي أمسك أمي، أمي أمسكت أبي، أبي أمسك الجزرة، شادوا شادوا لم يقلعوها. فرأتهم أختي جاءت بالعجل. يلا أختي أسرع. إيه منعلم نحنا. يلا. أمسكتهم بنشاط من غير كسل. سمعوني. أختي أمسكت أبي، أبي أمسك أمي، أمي أمسكت
ربي عجل دائما عندي مشكلة عندما أصدر كلبي أحمله كلبي بابي نايس تعي أمسكهم بي يلا جاء بالعجل قلبي أمسك أختي أختي أمسكت أخي أخي أمسك أمي أمي أمسكت أبي أبي أمسك الجزرة شدوا شدوا لم يقرعوا مين بعد ما بعرف على الغنية نحن كان بس شد عشد ولم يقرعوا فرأهم فرأهم قطتي أورقتهم فرأهم جاءت بالعجل يلا بدي قطة أمساكتهم بنشاط من غير كسل أمساكت كلبي كلبي أمساك أختي أختي أمساكت أبي أبي أمساك أمي أمي أمساكت أبي أبي أمساك الجزاء شادوا شادوا لم يقلعوا فرأهم فأري جاء بالعجل ما أعرف ليش فأري مش أرنبي بس أمسكهم بنشاط من غير كسل مع حماس هالمرة فأري أمسك قطي قطي أمسك كلبي كلبي أمسك أختي أختي أمسكت أخي أخي أمسك أمي أمي أمسكت أبي أبي أمسك الجزرة شدوا شدوا فقلعوها زفوا بسطتوا بالغنية غيرنا الجو طيب وطبعا الأغنية غير انه للجو والفرح لأننا سنستثمرها هلا حاليا في تعليم تصريف الفعل الماضي هلا على كل طاولة يوجد ايضا مقص اول صفحة من الهاند اوت في دائرة اسمها دائرة ضمائر وفي ثاني صفحة دائرة ثانية اسمها دائرة الفعل الماضي كله صار معه وراء يعني في بعد على كل طاولة مفروض في مقص استعملوا أو اعملوا اكزامبل واحد أي في على الطاولة Yeah. بدنا نقص دائرة الضمائر قصوا دائرة الضمائر لعلمكم كيف تشتغلوا بالدوائر لتعليم تصريف الفعل الماضي وبعد ذلك أيضا كيف نصرف الفعل المضارع قصوا بس دائرة لتتعلم والقليل نسخه في نسخ زيادة ترجعوا بتاخده دائرة الضمائر قصوها هو مفروض نقص الدائرتين قصوا دائرة الضمائر بدي اخذ نموذج من عندكم حدا نقص في بعد نسخ زيادة لا تخافوا على النسخ يعني بعدين ترجعوا بتاخذوا قد ما بدكم نسخ ايه ايوه هلا دائره الفعل الماضي لاحظوا الى انظروا الى دائره الضمائر رح تلاقوا الضمائر كلها ولكن في الوسط يوجد ارقام شايفين الارقام 1 2 3 4 5 طيب اذا بتطلعوا على دائره الفعل الماضي كمان بتلاقوا احرف دائره الفعل الماضي فيها احرف والارقام في الداخل حطوا الدائرتين حد بعض
أربعة. من اليمين إلى اليسار. حطوا، هو مفروض هاي تكون عم تبرم. رح أبرم أنا هاي. واحد، وقابلوه بالواحد. هو إذا كنا عم نصرف الفعل لعبة، هو في شيء بالخانة رقم واحد؟ لا، بما يعني عند تصريف الفعل لعبة مع هو لا إضافات، هو لعبة. نعم. الآن أبرموا الدائرة لعند هي، هي مع التاء تصبح هي لعبات. برموا الدائرة، هما في المذكر لعبة، ما هي؟ طيب هاي العملية البسيطة لعبة لنتعلم نعلم بها تصريف الأفعال للأولاد، خاصة في المرحلة الأولى التي يتعلمون فيها تصريف الأفعال الصحيحة الثالث الابتدائي. سهلة جدا، محببة جدا. في هلأ فرجيكم كيف ممكن تصير ملونة كمان، بس مقصود منها اللي رح أعمله هلأ، رح أعطيكم، سأقسمكم إلى مهمات إلى نادي تعلمي، وعندكم هذه المهمات. أريدكم كل طاولة هي نادي تعلمي. طبعاً أنا لو كنت في صف هلأ الأطفال ما بحط بس كل طاولة، بحط كل أربع أولاد مع بعض، بسميهم نادي تعلمي. إيه؟ وهذا النادي التعلمي مهمته الأولى اليوم التصريف، تصريف الفعل أمسك في الماضي مع الضمائر مستعملاً الدوائر. بيمسك أمسك، هو أمسك، هي أمسكت، هما أمسكت. هلأ مع بعض رح تشتغلوا لمدة خمس دقايق. كتابة تصريف على الورقة، ورح تشوفوا شو على الصفحة. المهمة الثانية، علينا أن نملأ الفراغ بالشكل المناسب. صفحة خمسة وبعدها بالست شوي، صفحة خمسة ستة. فإذن النادي التعلمي عنده مهمتين. المهمة الأولى تصريف الفعل أمسك مستعملاً الدوائر، استعملوها مع بعض في مجموعات لتتعلموا كيف يمكن الاستعمال. اعملوا حالكم تلاميذ ما بتعرفوا التصريف لتشوفوا كيف، أوكي؟ والمهمة الثانية املأ الفراغ مستعملاً الفعل أمسك في قصة والدي والجزرة. هذه مهمات النادي التعلمي، رح ناخد خمس دقائق مع بعض. بسطنا بالتجربة تصريف الأفعال من خلال اللعب بالدوائر. على فكرة الدوائر هذه بدل أن نصرف ساعات وساعات في تعليم تصريف الأفعال، عادة يعني الاستراتيجية المتبعة بمعظم المدارس بتعليم تصريف الأفعال، أضع الضمائر أكتبها على اللوح، أكتب الفعل والإضافات أكتبها بلون ثاني، يعني أمسكت بحط له التاء باللون الأحمر. هذه هي الاستراتيجية الوحيدة التي نتبعها في تعليم تصريف الأفعال. اليوم نقدم لعبة لتعليم تصريف الأفعال. طيب ما الذي حدث؟ كيف أنا أمنت من خلال هذه اللعبة البسيطة ما يحفز الدماغ على التعلم، فيدخل التعلم في الذاكرة طويلة الأمد وليس الذاكرة قصيرة الأمد. أكبر مشكلة بقول طب ما أنا علمتهم الفعل الماضي في الصف الثاني والصف الثالث والصف الرابع وصاروا في السادس وبعدهم ما عم بيصرفوا الأفعال تصريف صحيح في الكتابة. لماذا؟ لأني لم أعلم بما هو ينسجم مع قدرة الطالب على التعلم. هنقول ليش. هي موجودين كمان عندكم في الهاند اوت. اولا علي ان اؤمن في صف اللغه العربيه بيئه غنيه. ما معنى؟ يعني علي ان اعطي معطيات حسيه قويه. عندما اكتب تصريف الفعل على اللوح ما زلنا نتحدث بالمجرد، لا يوجد ما هو حسي ملموس. بالدوائر هو حسي وملموس وهي بيئة غنية بمعطيات، يعني هو عن طريق اللعب واللمس وبرم، والبرم مش عم بيكون عم بركز على الفعل والتاء والحرف، عم بركز على الأرقام. قابل الرقم واحد بالرقم واحد، رقم اثنين برقم اثنين. فأنا أغني
بأمور حسية ملموسة مع لعبة، ولهذا السبب ستدخل في ذاكرة طويلة الأمد لأنه لعبة بتصريف الأفعال، ما صار الدرس منفصل. شايفين كلمة ذاكرة طويلة الأمد وذاكرة قصيرة الأمد؟ شو قلنا ببداية الورشة؟ أفة العلم كما قال العرب النسيان. أيضاً يجب أن يكون المحتوى له معنى يرتبط بحياة الطالب، له علاقة به أو بعلاقة بقصة. أنا عندما علمتكم هلأ تصريف الأفعال، ما جيت اليوم هو الموضوع تصريف الأفعال، بلشت لكم بقصة والدي والجزرة. تعرفوا كيف بذكر أنا بهذه المؤتمرات؟ أذكر بهذه القصة وبهذه الأغنية الشعبية القديمة جدا. فيش حدا ما بيعرف شدوا شدوا لم يقلعوا البسط، يعني ليه؟ بس هي كتير قديمة، يعني حتى نحن لا نستغل شو عنا بالتراث من أغاني. مضلنا نقول وين الأغاني؟ ما عنا أغاني، موجودين بالتراث بس شدوا شدوا لم يقلعوها، يعني كتير مهمة جدا. حدا انتبه في ملء الفراغ بشدوا شدوا لم يقلعوها إنه في خطأ منكرره؟ نحن منقول أبي وأمي أمسكا جزرة، شدوا شدوا هوي لازم شو؟ شدا ولم يقلعاها. هيدي فيها تكون لاحقا في الصف الرابع، هي بداية للتدريس وين الخطأ وليش صار هون وكيف ممكن غير التصريف هون. يعني استعملوها المحتوى ذو المعنى، يعني علي أن أعطيه سياق حقيقي أو ما يشبه الحقيقي، لأنه طبعا يعني الجزرة والد، وصدقتوا أنتوا أنه والدي سيشتري قطعة أرض، يعني المقصود أن أضع كله في سياق ما يشبه الحقيقي ليعرف طب أنا هذا تصريف الأفعال التو والألف اللي عم زيدها والنه والنه شو هي؟ ما هي؟ ايه بس شو يعني ضمائر لولد بالثالث؟ بقول له هذه الضمائر، شو يعني ضمائر؟ بتعرفوا شو معظمهم بفكروا الضمائر؟ الضمير يعني معنى الكونشنس، ما بيفهموا انه اتس برونا. عم تفهموا الفرق؟ ما كل الكونسبت كثير مجرد عليهم، فانا عم بعطيهم هذه لائحه الضمائر، عدد لي لائحه الضمائر، صرف الافعال فيها. هلا هو يرى دائره الضمائر، المقصود منها هلأ هو الواحد واثنين وثلاثة والإضافات، وليس الكلمة بحد ذاتها كلمة الضمائر. تعاون، كيف تعاون؟ لازم تعرفوا أنه نحن اللي منعلمهم إياه للأطفال بيتعلموا أكثر شيء من بعضهم البعض، صح؟ وأنا عندما أسست لنادي تعلم اليوم قلت لكم أنتم في مجموعة تعلمية، قعدتوا مع بعض، صرتوا تسألوا بعض على الانستراكشنز. يعني أنا لما قلت ديروا الدوائر بهذه، ممكن أن هو سمع 70% من اللي قلته، هو يمكن 20%. لما حكيوا مع بعض ثبتوا المعلومة، ثبتوا الانستراكشن. أنا بعدني مش عارف أمسكا ليش مع هما بالمذكر ألف ومع هما بالمؤنث أمسكتا ليه تا، فيمكن مع بعضنا يمكن لأنهم بنات. التعلم اللي بيصير من النادي التعلمي أهم، وبعرف أنه أغلبيتنا صرنا بنعمل مجموعات، ولكن للأسف رح توقف دقيقة هون عند اللي عادة أراه في صفوف اللغة العربية. في صفوف اللغة العربية حتى اليوم، وبعرف أنه المعلمات أو المعلمين عم بيؤمنوا بأهمية التعاون، إلا أنه بعده في تراث أو تاريخنا التعاون هو النشاط الذي سيأتي لاحقاً بعد أن أتم التعليم. يعني بدي خلص التعليم بعدين بسمح لهم في عمل المجموعات، لأنه بعدنا منعتبر أن المجموعات هي نشاط للهو وفوضوي، خليه يكون لبعدين، بخلص اللي بدي علمه 40 دقيقة بعدين بعطيهم 5 دقايق للمجموعات، العمل المجموعات. أنا بحسة وهيدي خوف من أنه بقعد ضبط الصف، أنا بدي العكس، أعطوك الوقت الأطول للعمل المجموعات. أسسوا لنادي تعلمي من بداية العام، أنا كل صف عندي في عندي مجموعة من النوادي التعلمية، أبدأ بعشر دقائق من الإرشادات مثل ما عملت معكم، ما أعطيتكم أكثر قصة جميلة مهضومة، غنينا لعبنا انبسطنا، أعطيتكم نادي تعلمي، انطلقوا إلى النوادي التعلمية الآن، أتموا هذه المهمة الأولى المهمة الثانية، وآخر الصف بأخذ 5 دقائق أخيرة بس لأتأكد أنه ثبتت المعلومة مش أكثر. أسسوا لنوادي تعلمية منذ بداية العام،
بس تقولوا للطلاب انطلق إلى النادي التعلمي وهذه هي المهمات المطلوبة منك لنؤمن التعاون. الحركة، كيف أمنت الحركة؟ كيف أمنت الحركة؟ بالبداية لأبدأ بالصف يعني وقفوا غنوا، فإذا نحن نعرف بالتحرك هلا تنشط الدماغ ده. تعرفوا طبعا نحن نتحدث عن علم في الدماغ، النصف الأمامي للدماغ هو المنظم لحركة الجسم، وفي المرحلة المتوسطة بعدهم بيكونوا الأطفال هذا الجزء بعد لم يكتمل. لهالسبب المرحلة المتوسطة بيتحركوا كتير الأولاد اللي بعلموا المتوسط، وخاصة إنه الحركة تعيتهم كتير كبيرة. فخلينا نستغل الحركة للتعليم بلا ما أدي عم بقول له عود يعني. طبعا وفي هيدي عنصر مهم جدا أن يكون التعلم يتم في بيئة آمنة، لا تهديد فيها يعني لا خوف من الخطأ. طيب تصريف الأفعال على اللوح، وبعد ذلك أقول لكم اكتبوا تصريف الأفعال أو صرفوا هذا الفعل. مع الدوائر لا يوجد خطأ لأن الدوائر أمامهم. هلأ أنا بنسأل بتخلي الدوائر وقت الكتابة؟ نعم، كل ما يكون عندهم موضوع تعبير كتابي بيطلعوا الدوائر، وعند مراجعة تصريف الأفعال يستعملون الدوائر ليصححوا الأفعال. بيقولوا لي بتسمحي فيها بالامتحانات؟ ايه بسمح فيها بالامتحانات، اولا لاني انا لا اعطي امتحانا في تصريف الافعال ابدا، ولا كويز ولا اختبار، مش مهم وبيضيع وقت هيدا وبينسي. انا اصحح القواعد في الكتابه، لما بيعملوا الكتابه بيطلعوا الدوائر ويحق لهم ان يستعملوا الدوائر للتصحيح، وهن رح يتعلموا مش أول سنة، تاني سنة، تالت سنة، بالنهاية حتى صدقوني من العام الأول اللي منقدم فيه الدوائر بوسط العام حتى النهاية بطلوا يستعملون، بيستغنوا عنهم، بيحفظون من دون ما يعرفوا. في دائرة أخرى أيضاً للمضارع، طبعاً قلت لكم إلي 15 سنة بعمل هيدي الدوائر في صفوفي ومع تلاميذي حتى في الجامعة لما بعلم اللغة العربية كلغة أجنبية. استعمل هذه الدوائر لاعطي تصريف الافعال، صاروا يسموهم دوائر هنادي، وكان دائما بكل ورش العمل. الست حضرتني بدبي من كم سنه، بورش العمل دائما اعطي هذه الدوائر مجانا، وهي لكم اليوم مجانا، خذوها ولونوها وغيروها وسموها، بس قولوا دوائر هنادي. بس حقلكم مؤخرا بس عملناهم، ستصدر هذه الدوائر بهذا الشكل على مقوم ثلاثة مع ألوان، حتى الألوان تطبيق يعني الأزرق على الأزرق، الأحمر على الأحمر، الأصفر على الأحمر. أوكي؟ هذه الدوائر المهم فيها أنه ستؤمن هذه العناصر المنسجمة في درس واحد اللي هو تصريف الأفعال. المهم أن نوفر للطالب بيئة آمنة يغيب فيها التهديد، لا خوف من الخطأ، ثانيا فيها القليل من الحركة، ثالثا شو فيها تعاون للتعلم، شو العنصر الأول اللي حكينا عنه، بيئة غنية بالمعطيات الحسية. إن لم تتوافر هذه الأمور جميعا في صف اللغة العربية نحن نقاوم طريقة عمل الدماغ في التعلم. إذا مش موجودين هذه العناصر كيف أتوقع أن يتعلم الطالب؟ ولذلك نقول ما درسته بالصف الثالث طلعوا لعنا على الصف الرابع ما كأنهم دارسين شيء من قبل. فإذا عم بتفوتوا الأمور في الذاكرة قصيرة الأمد لأنها لا ترتبط بسياق، لأن البيئة لم تكن غنية بالمعطيات الحسية، ولأنه ما غنوا وما تحركوا وما تعاونوا. هلا بالهاند اوت حطيت كمان 2 ارتكلز بالعربي عن كيف يمكن ان نؤمن او كيف يعمل الدماغ. صفحه 7 وصفحه 9.
التصوير شوي الكلمات فيها صغيرة، بس الكتاب كمان رفرنس حتى المرجع من أين. إذا ما عندكم إياه هذا الكتاب في المدرسة جيبوه، لأنه مهم، مترجم من اللغة الأجنبية إلى العربية عن التعليم بشكل عام. تطبيق إيه اسمه دليل المعلم لتطبيق أبحاث الدماغ في غرفة الصف. أخذت منه هيدا المقطعين يعني صفحات، لأنه مهم بيعطيكم بعض هو للتعليم بشكل عام وليس لتعليم اللغة العربية. بس أنا حطيت لكم هول المقالين كتير مهمين، كيف يعمل الدماغ وهي العناصر التي يجب أن نؤمنها فيه، وطبقت على تصريف الأفعال. طيب تحدثنا الآن عن العلوم أو عن نظرية كيف يعمل الدماغ من وجهة نظر علمية. الآن سأعرفكم إلى الذكاءات المتعددة أو multiple intelligences بالإنجليش، وهي مشروع هي يعني تعود إلى هاورد غاردنر. الذكاءات المتعددة نظرية تقول بأن نحن الناس مش عنا ذكاء واحد. حتى نتذكر، تذكرون عندما كنا في الصف العاشر، نحن على الأقل في لبنان في الصف العاشر نسأل في نهاية الصف العاشر حتروحوا علمي ولا أدبي، موجود بغير علمي أو أدبي. وعادة اللي بيروحوا علمي هن اللي بيكون استنادا إلى ما الرياضيات، علاماتهم عالية في الرياضيات وفي العلوم. واللي بيروحوا أدبي هن اللي بيكونوا بيحبوا العربي، بيكتبوا إنشاء منيحة وبيحبوا المهم ما يكونوا منيح بالرياضيات. صحيح، أحسن. فإذا كانت القسمة علمي وأدبي، وصارت القسمة يعني هالقد قوية بحيث يخجل الأهل إن راح الولد أدبي ويفتخر إذا راحوا علمي. نحن نتيجة هذا التراث. وهلأ نحن إذا نريد أن نفتخر بأنفسنا نقول أنا خريجة الجانب العلمي أو القسم العلمي والقسم الأدبي. حتى في المدرسة كنا نعامل بطريقة مختلفة عن القسم العلمي، الأولوية للقسم العلمي، لأنه نحن في هذه الأمة العربية كلنا مهندسين وأطباء. طبعاً والأدباء مناح بس بيطلعوا بلا شغل، ما في لهم مصاري. فإذا نحن نتيجة هذا القسمة العلمي والأدبي. هلأ أهمية أنا عندما تعرفت إلى نظرية هاورد غاردنر كانت هيك شيء جديد لي جداً، وأحببت النظرية بشكل كبير لأنها ستعيد التساؤل في هذه القسمة. ما عندنا بس ذكاء واحد، هو تحدث أولاً بدايةً تحدث عن 7 ذكاءات، وأنه كله هلأ 8 ويمكن وصل 9، 9 صاروا. إذن هو تحدث، أنا حضلني على 7 الأساسيين، 7 ذكاءات، وأنه هذه الذكاءات موجودة عند كل إنسان ولكن بنسب مختلفة ومتفاوتة. رح ناخد شوية وقت لنتعرف أحسن إلى هذه النظرية، لنعمل الاختبار لنعرف أي نوع من الذكاءات هو الأقوى عندي. على الورقة رح تلاقوا اختبار الذكاءات المتعددة صفحة 12 مثلا. رح أعطيكم نموذج واحد، الذكاء اللغوي، تقروا كل جملة وإذا هي تطبق عليكم حطوا عليها صح أو واحد صح حدا، وبعد ذلك اجمعوا كم صح فيه وحطوا الرقم هون. نفس الشيء ذكاء الحساب الرياضي، الذكاء الفضائي، وهلأ بنحكي عن كل نوع من أنواع الذكاءات. اعملوا الاختبار وسنتحدث في النتائج لاحقاً. يعني 10 دقائق يعني خلصوا 7 ذكاءات من الصفحة 12 ل 16. لا بس صح، لأنه بدنا نعد الصح. طبعاً عندما تسألونا عن الذكاءات
يعني أن تقرؤون الجملة لتعرفوا إذا تنطبق عليكم. هو الانطباع الأول مظبوط، هي هاي. انتبهوا، بعض الأحيان منحط صح لأننا نحب أن نكون كذلك، مش لأنه نحن حقيقة كذلك. إيه؟ فكونوا شوي أنه لا أنا مني هيك، هيدا أنا الواقع. شو ممكن نتحدث عن الذكاءات؟ ايه تفضل. في جملة ما تنفع توصل الوقت اللي نحن بس لازم على اسمعك عفوا. في جملة عند الذكاء اللي كيف ممكن افهمها، وقت الوقت اللي لحن بسيط يعزف على آلة نقلية بسيطة. توصل وقت من عندهم ذكاء موسيقي ممكن يوقفوا كل شيء عم بيعملوه وبيطلعوا بتيون معين. طيب لننظر الآن هيك، بناخدهم الذكاء اللغوي بداية. مين طلع عنده ذكاء اللغوي بين 8 ل 10 العدد ذكاء اللغوي؟ طيب الحساب المنطقي يعني اقول 8 ل 10 بعد نعتبره عالي، ولكن ممكن لحدا تكون السبعة العالي. انتبهتوا علي؟ يعني اذا اعلى شيء بين الذكاءات رقم 7 هو السبعة العالي عندي، بس بالمجمل 8 ل 10 هن العالي. الفضائي 8 ل 10 وممكن تكونوا عاليين باكثر من ذكاء، وهي هاي الفكره منها. ايه الجسد الرياضي، انا عاده اتوقع بالورش العمل حيث تكون المعلمات اللغه واساتذه اللغه بيكون الذكاء اللغوي كثير عالي، صح؟ موسيقي، حتى نشوف مين في موسيقيين. طبيعي، واو. نفسي الداخلي، والاجتماعي. طيب كل الفكرة من هذه النظرية انه الاعلى هو الأقوى عندي، ولكن مش معناتها اللي منه عالي يعني مش موجود. موجود ولكن بنسبة أقل من الذكاء الأقوى. هلأ أهميتها أنه لا تحد الذكاء بحساب منطقي أو بلغوي، ممكن يكون باثنين عالي، ولكن هذا ماذا يعني كل هذا؟ ماذا يعني أني أنا عندي الذكاء اللغوي؟ يعني عندما أتعلم هذا النوع من التعلم هو الذي يناسبني، هذه هي الطريقة التي أتعلم بها أكثر. مثلا بطبيعة الحال يعني من الاسم النظرية كتير بسيطة وسهلة، إذا أنا عندي الذكاء اللغوي أتعلم مباشرة من اللغة، من المفردات وعبر المفردات. اللي تخصصوا باللغة باللغات وتعليم اللغات عادة بيكون الذكاء اللغوي عندهم عالي، يعني بمعنى، وأنا سأركز على هذا الذكاء لأنه نحن نتعامل مع اللغة العربية. الذكاء اللغوي يعني كل المفردات الجديدة التي أسمعها تثبت بسرعة، أحفظها بسرعة وأعيد استثمارها في الكتابة أو القراءة والفهم. أحب الكتب، أقرأ الكتب، أحب النصوص، أقرأ النصوص بأي لغة، عم نحكي الذكاء اللغوي. فإذا تعلمي يكون عبر الكلمات والمفردات واللغة والتصور، إذا حدا حكي لي محاضرة بسمعها يعني بفهم بستوعب وباخذها بسرعة وأستثمر ما تعلمته مباشرة، هذا هو الذكاء اللغوي. برأيكم بصف اللغة العربية مثلا المؤلف من 30 طالب عم بعمل كم واحد من هؤلاء الطلاب عنده ذكاء لغوي مرتفع؟ 3-4. طيب 3-4 ايه، هلا مين عنده كان الذكاء اللغوي عالي؟ طلعوا يعني انتم منكم. طبعا الذكاءات تتطور بحكم التجربه والتعلم، مش معناتها اذا عندي الذكاء الحسابي هلا منخفض يعني لن اتعلم ولن اتطور الرياضيات، لا، ولكن وسيلتي لتعلم الرياضيات تكون لغويه مش حسابيه،
يعني الأرقام ما برتاح فيه. لأتعلم أحسن بدي مسائل بالكلام. هلأ عم نقول إذا الطلاب اللي بصف اللغة العربية عادة بين الثلاثة والأربعة، إذا كان الصف من الثلاثين اللي عنده ذكاء لغوي، أنا الأساليب التي أتبعها في تعليم اللغة هي أساليب كلامية لغوية. إذن أنا أخاطب 10% من صفي، الباقيين مش عم بيسمعوني. لأصل إلى الطلاب الموجودين بالصف، علي أن أنوع النشاطات اللغوية لتخاطب كل نوع من أنواع هذه الذكاءات. بدي حط غنية للي عنده ذكاء موسيقي، بدي حط لعبة للجسد الحركي، بدي حط أرقام، بدي دخل عمل جماعي، أعطيهم وقت للفردية وللخصوصية. نتحدث قليلاً عن صفات الحساب المنطقي طبعاً، هيدا ذكاء الفضائي مهم جداً، وهو عبر الصور والتصور والتخيل. من يدرك المفردة عبر صورة. تعرفوا أصعب شيء في تعليم اللغة العربية هي المفردة التي لا يجد لها الطالب صورة معينة في الذهن، لأنها مجردة. وتحدثت مطولاً قبل على المفردة المجردة لما بدي أعطيها معنى آخر مجرد لأقرب المعنى للطالب، لأنه من لغة للغة لازم حطها في سياق حقيقي لتركز الكلمة. وإلا الكلمة بحد ذاتها، معظم الكلمات المفردات باللغة العربية ما لها صورة معينة. فعلي أن أضيف إلى تعلم المفردات ما هو يرتبط، أربط هذه المفردات بسياق معين. موسيقي طبعاً، جسد الرياضي، بعض الحركات. مرة ثانية تشبه الحديث عن العمل الجماعي والتعاوني. معلمات اللغة العربية بفصلوا بين تعليم المادة والنشاطات، بيعتبروا النشاطات إذا عندي وقت بعملها، إذا ما عندي وقت ما بعملها. اللي عم نجرب نقوله اليوم، النشاطات التي تخاطب جميع أنواع الذكاءات هي الوسيلة إلى التعلم. هلأ منحكيها بس منرجع منفوت على صف اللغة، منحكيها وبتوافقوني وبتهزوا وبتعرفوا كلنا الأولاد عندكم ذكاءات متعددة. نرجع على صف التعليم اللغة العربية، شو منعمل؟ منفوت منقول افتح الكتاب، اقرأ الدرس، استخرج المفردات، ما معنى هذه الكلمة، نعطي درس قواعد، اكتب ومنظهر. ضل معي 3 دقايق حتى نغني غنية. يعني عم بتوافقوني وبحسكن مأمنين بالنظرية، وأنا دايماً بشوف هذا الحديث. ولكن لما نجي على التطبيق اللي عملته اليوم، فرجيتكم أن التطبيق قد يكون بحركة بسيطة سهلة، دوائر. شو قالت ضحى؟ قال قدامنا كان كل العمر هيدي الدوائر موجودة، يعني بالذهن موجودة، إشياء بسيطة جدا. نادي التعلمي هو المحل الذي يمكن أن أطبق به نشاط يخاطب الذكاءات، وعم بحطهم مع بعض، يعني عم بحط مجموعة ذكاءات بيستفيدوا من بعض بقوة بعض. بدها تحضير كتير، بدها وقت وتحضير، ودائماً بحكي عند التحضير تعدوا مع بعض، تعطوا أفكار لبعض في التحضير. ترجع بتقولوا لي إيه؟ يلا هلأ نشوف. هيدا الجدول كمان عندكم بال كتير بسيط هيدا الجدول بس مهم. عندما أحضر أي نشاط لصف اللغة العربية، خليني أطلع على هيدا الجدول وأقول النشاطات، نشاط تعليمي للغة العربية هل يخاطب، هل فتحت مجال لأكثر من ذكاء؟ ما تعملوا الكلهم بنفس النشاط، بس على الأقل 2 أو 3. هلأ كيف يمكن أن نقوي؟ طبعاً مش لأنه أنا عندي الذكاء الحساب المنطقي ممني يعني خلص للعمر كله ممكن أن أقوي هذه الذكاءات. دائماً لمن عنده الذكاء النفسي الداخلي عالي، يحب العروض الفردية، يحب أن يكتب عن تجارب شخصية، يحب أن يختار الكتب هو بحد ذاته، مش أنا. هلأ عم نحكي كيف نقوي عبر اللغة هذه الذكاء. فإذا يحب أن يكتب تجارب شخصية، اختيار كتب، العروض الفردية،
الفضائي لما بنعمل القصص نعطيه مجال ايضا للرسم، لوضع غلاف للقصه، للنشر. الموسيقي طبعا باللغه العربيه الموسيقى مش يعني بس الاغاني، الشعر العربي هو موسيقي. في اولاد كثير بحبوا الشعر والعديات والاغاني، صح؟ الحساب الرياضي، بدل ان دائما نبدا الكتابه من اكتب الموضوع، لا، عم بحط خريطه بدايه افصل فيها، بدهم منطق، جدول. هذه هي المعلومات، هذه هي النقاط التي ساتحدث عنها في العصف الفكري، وبعد ذلك ننتقل الى عمليه الكتابه. طبيعي حكيت كمان عندما تحدثت عن القراءه، نحن عندما نختار النصوص لتعليم اللغة العربية تكون النصوص بمعظمها سرد، قصص. وقلت لهم وقلت انه اللي هذه القصص في معظمها قصص يعني مع احداث شخصيات وزمان ومكان، وما فيها كثير من العلوم، وهي بهالحاله نحن بس عم نتخاطب معظم الاحيان البنات اللي بالصف، عم ننسى الصبيان. طيب الصبيان بحبوا القصص، ما عم بقول ما بحبوا القصص، ولكن ايضا يحبون الامور العلميه. يعني حطوا كمان يكون من النصوص نصوص علميه عن حيوانات، عن حياه الحيوانات، عن سيارات، عن الرياضه، نصوص ما تكون بس سرديه كلها قصص واشعار ورومانسيات. نخسر جزء كبير من الطلاب لانهم زهقانين من القراءه اللي عم من القصص اللي عم يقروها. خلينا ندخل بالمنهج بعض النصوص العلمية، إذا مش النص. طبعاً هاي بتصير، بعرف أنه بصفوف اللغة العربية بصير في مسرح ودمى متحركة، ولكن للأسف تنتهي هذه النشاطات بعد الصف تاني ابتدائي. الكبار بالثانوي ما بنعود نعمل لهم دمى أو مسرح. كمان مثل كأنه منوقف لهم التلوين والرسم. اللي عم بقوله حتى في الصفوف الثانوية أو في المتوسطة بالذات كتير بدوا المسرح ليتعلموا اللغة، ومن خلال النوادي التعلمية طبعاً الاجتماعي، لأنه هو بحب يحكي القصص تعوله، بده يخبر الأخبار، وبده يحكي عن عن القصص، بده دايماً الجروب ورك، العمل الجماعي، التنظيم، وحكينا عن التعاون. هلا نجي للتطبيق. ماشي حالنا؟ أسئلة عن الذكاءات المتعددة؟ أي بس إذا بتقييم أحد الأطفال إنه ما عنده ولا ذكاء معين هو عالي فيه، يعني طلع أفريج وسطي بكل شيء تقريبا، يعني بكل الذكاءات عنده 5-6 مثلا، كيف نعالج هذا؟ ما عنده نقطة قوة. كثير منيح السؤال، وشكرا لأنك سألتي. أولا كل مفهوم نظرية الذكاءات المتعددة هو لنظهر من كلمة average. ما بدي أفكر بالخمسة ستة average، خمسة ستة يعني القوي عنده. ما في average، ما في هيدا أعلى يعني هيدا أسكى، ما هي كل النظرية إجت لتقول هيدا مش مزبوط. فأنا بدي أعتبر الخمسة ستة بالنسبة لهيدا الطالب أعلى. على فكرة ما نستعمل الاختبار لنصنف، كمان هي نقطة كتير مهمة. الاختبار مش المقصد منه تصنيف الأطفال، الذكاءات تتغير مع الوقت وبتعلى. هلأ أنتوا أخذتوا الامتحان أول مرة، إذا بتاخدوه تاني مرة بيتغير أساساً. أنت قراءتك للجمل هلأ اليوم لأنه بسرعة عم تعمليها، وقلت لكم بقى معظم الأحيان بتحطوا صح الأشياء اللي بتحبوا تكونوها مش اللي أنتوا هن بحقيقتها. مرة تغني بتاخدي الامتحان شي تاني. ما تستعملوا الامتحان لتصنيف الطلاب، استعملوا الامتحان لتعرفوا تدركوا ما هي أنواع الذكاءات. بالتأمل والملاحظة فيك تعرفي الولد. الولد اللي عندي بالصف كل الوقت عم بيرسم، بعرف أنه ذكاؤه الفضائي عالي. لخاطبه لقويه باللغة العربية، بعطيه مجال قبل كتابة النص يرسم، بعدين اكتب النص. إذا كان عنده الذكاء الموسيقي بتعرفون بسرعة، لأنه كل الوقت بيعملولك صوت، بيطلعوا صوت. طيب هول لما بعطي الشعر بضوي عليهم أكتر هني. أنا اللي بدي تستعملوها نظرية الذكاءات مش لتصنيف الطلاب أو لنحط average أو نقول هذا ذكي هذا منه ذكي، أبداً أبداً. بدي إياها لأنا
أفهم صفي بالملاحظة وأؤمن ما يكفي من الأنشطة التي تخاطب جميع الذكاءات. مرة تانية، كل الأنشطة التي تتم في صف اللغة العربية هي أنشطة لغوية تخاطب الذكاء اللغوي، وقلت لكم قلة من الطلاب اللي عندهم هذا الذكاء اللغوي عالي. أعلى شيء 6 هو العالي، 1-2 هو اللي أوطى عنده. أنا عندما أخاطب هذه الذكاءات بالخلال الأنشطة تتطور وبتعلى نشاط الذكاء عنده. أسئلة أخرى. حضرت لك أنا ورشة القراءة والكتابة وحسيت إنه كتير في معلومات وممتازة وتطبيقها كتير حيفيد. هلأ فينا ندخل الذكاءات بموضوع القراءة والكتابة إنه على حسب ميوله، نبدأ بالميول الأعلى ولا نبدأ بالوسط؟ شو بتقترحي؟ بتخيل إذا فهمتك صح عم تحكي عن ترتيب القصص وتصنيفها. لا، أنا تصنيف القصص الشيء الوحيد اللي ممكن حطه هو أنه اهتم أن يكون في السلالة اللي حكينا عن تصنيف الكتب ما تكون كلها قصص سردية، حطوا مجلات، حطوا علوم، حطوا كتب جرائد للكبار، يعني نوعوا في الأدب الموجود داخل الصف ليخاطب كل الذكاءات. طيب انه معلش في كتب عن السير مثلا لأساتذة في الرياضيات مهمين، لعلماء حطوا لهم اياهم يقروا عن اذا بيحبوا. في كتب عن يعني فيها الكثير عن الارقام وكيف تتحرك الارقام وما هي الارقام، يعني حطوا مواد ممتعه للطلاب. ما لنا سهله، بعرف بالدول العربيه نحن بهالمجال ضعاف بالنشر، ولكن منجرب يعني المجلات فيها اشياء كثير ممكن. رح أخذ سؤالين بعد لأعمل قصة تجارة وأعملكم تطبيق، لأنه سؤالة كمان كيف يمكن أن أطبق هذه من خلال القصص، بدي أعمل قصة وخليكم تشتغلوا تطبيق عليها. رح أخذ سؤالين. سؤالة مشكورة بس. سؤالي بناء النادي التعليمي وعلاقته بالذكاءات المتعددة كيف؟ أنا من خلال النادي التعلمي أستطيع أن أخاطب أكثر من نوع من أنواع الذكاءات. النادي التعلمي أولاً كما قلت في بقلبه تعاون للذكاء الاجتماعي. بعدين أنا عندما أجمع مجموعة من الطلاب بذكاءات متعددة يغذي الواحد منهم بذكاء الثاني. النادي التعلمي مهم، وحكينا عن التعاون وأهميته في تحفيز عمل الدماغ، ربطون مع بعض. مرة تانية أنا في القسم الأول، أعيد، القسم الأول كان علمياً تطبيقياً، القسم الثاني هي نظرية في عمل في الذكاءات. انتبهوا، يعني حتى هاورد جاردنر هو بحد ذاته هو نظرية، يعني منا مثل الجزء الأول اللي هي علمية بحتة. جربت اجمع بيناتهم بعدد من الأنشطة اللي ممكن أن تتوفر في صف اللغة العربية. سؤال بعد وبننتقل للجارة. تخليها للمداخلة. يا بدي حدا يساعدني بالميكروفون أو بدي أقرأ. سأقرأ لكم قصة تجارة وسنطبق عليها لاحقا. يعني أنا أستصعب جدا القراءة والميكروفون بتمي، بس رح أجرب. لازم أوافق. لا ما حشوف. عم نكبر. تن تن تن. الساعة 8 صباحا. دق 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 الباب. كالعادة جاءت جارتنا أم صالح. كل يوم تأتي أم صالح في الصباح. أهلا وسهلا، تفضلي، تقول أمي الركوة على النار. أم صالح تلبس عباءة صفراء، تجلس مع أمي على الشرفة. أم صالح تعرف كل الجيران، تعرف جارتنا أم غسان وجارنا أبي خليل وابن جيراننا هاني، تعرف أيضا البقالة واللحامة والحلاقة والخباز، تعرفهم كلهم وتتكلم أم صالح كثيرا.
تتكلم وتتكلم ولا تتوقف، تتكلم عن أبي خليل، تتكلم عن أم غسان، تتكلم كثيرا ولا تتعب، تشرب القهوة وتتكلم، تشرب وتتكلم، تشرب وتتكلم، تشرب حتى آخر نقطة في الركوة وتعود إلى بيتها. طن طن طن، الساعة الثامنة صباحا، دق 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 الباب. طبعا جارتنا أم صالح، أهلا وسهلا، تفضلي الركوة على النار. تقول أمي: لا لا لا، لا أريد أن أشرب القهوة، عندي ضيوف، أريد أن أحضر ليمونادة، هل عندك ليمون؟ ذهبت أمي وأحضرت 3 ليمونات من البراد وأعطتها لأم صالح. بعد ساعة قالت ماما: انزل عند البقال وقل له ماما تريد 1 كيلو من الحامض ليمون. نزلت 3 طوابق على الدرج، اشتريت الليمون وطلعت 3 طوابق على الدرج. 3 طوابق نزول، 3 طوابق صعود. كل هذا بسبب جارتنا أم صالح. طن طن طن، الساعة 8 صباحا، دق 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 الباب. طبعا جارتنا أم صالح، أهلا وسهلا، تفضلي الركوة على النار. شربت أم صالح وبدأت تتكلم، تتكلم وتتكلم ولا تتوقف. تكلمت عن تفاحات البقال، تكلمت عن خبز الفران، تكلمت عن لحمة اللحم. شربت آخر نقطة قهوة وقالت: عندي كوي ومكواتي معطلة، أريد أن آخذ مكواتك قليلا. أخذت المكوات وراحت. بعد ساعة قالت ماما: اطلع عند أم صالح وأحضر المكواد. طلعت 3 طوابق ونزلت 3 طوابق، 3 طوابق طلوعا وثلاثة طوابق نزولا. كل هذا بسبب جارتنا أم صالح. طن طن طن، الساعة 8، دق 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 الباب. أهلا وسهلا، تفضلي قالت ماما، القهوة جاهزة. دخلت جارتنا أم صالح تلبس عباءتها الصفراء وتضع في شعرها ملفات ملونة. تعرفوا أنه كلمة ملفات. جلست على الشرفة تشرب القهوة مع ماما، تشرب وتتكلم، تتكلم وتتكلم ولا تتوقف. تتكلم عن غسالة أم غسان الجديدة، تتكلم عن مسجلة هاني وصوتها المزعج، تتكلم عن تلفزيون أبي خليل القديم، تتكلم وتتكلم ولا تتوقف. فجأة نسمع صراخا في الحي، وتقف أم صالح بسرعة لترى من يصرخ، تقف وتطل برأسها من الشرفة فتقع الملفات في الشارع، شعرها مثل المكنسة. تقول ماما: انزل وأحضر الملفات. نزلت 3 طوابق وأحضرت الملفات وطلعت 3 طوابق، 3 طوابق نزولا وثلاثة طوابق طلوعا، كل هذا بسبب جارتنا أم صالح. طن طن طن، الساعة 8 صباحا، لم يدق الباب. غريب، هل أم صالح مريضة؟ لا لا لا، أم صالح ذهبت إلى عملها الجديد. لن تأتي أم صالح في الصباح، لن أنزل 3 طوابق، لن أطلع 3 طوابق. طن طن طن، الساعة 8 مساء، دق 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 الباب. من يدق الباب في المساء؟ فتحت ماما الباب. أهلا وسهلا، تفضلي قالت، سأحضر القهوة.
أم صالح، ولكن هذه المرة في المساء، كانت تأتي في الصباح وهذه المرة في المساء. في الصباح أم صالح وفي المساء أم صالح. هلا سنستثمر هذه القصة بأن نحدد من خلالها عدد من النشاطات. بدي منكم هلا حاليا في النوادي التعلمية أن تحددوا من خلال هذه القصة الزمان الذي نستطيع أن نعلمه من خلال القصة. ما هو أي مفهوم زماني وأي مفهوم مكاني؟ اكتبوهم في المهمات. أي مفهوم زماني من خلال هذه القصة وأي مفهوم مكاني؟ أريدكم أيضا أن تحددوا لي العدد، مفهوم رقمي أستطيع أن أعلمه من خلال هذه القصة. لو بدي أعلم حروف، ما هي الحروف التي يمكن أن أعلمها من خلال هذه القصة؟ أو المفردات للأكبر، يعني يا الحروف يا المفردات. أريدكم أيضا أن تختاروا لونا واحدا أعرف به الطلاب إليه. لون هيدا هو للروضات، الروضة الثانية، ولكن ممكن أن يتطور للأول والثاني ابتدائي. هلا طبعاً الكبار بيكون قصة أكبر مع العدد. هلا هلا بدي بس تقولي هول المهمات، اتفقنا؟ شو قلنا؟ مفهوم زماني، مفهوم مكاني، عدد رقمي، لون، وهلا هلا مبدئياً مفردات أو حروف للغوي. نحكي مع بعضنا شوي وأعود لكم. اكتبوا الأسئلة التي تريدونها أيضاً لنصرف بعض الوقت على الأسئلة. كيف يمكن لقصة أن تستثمر بعدد من النشاطات التي تخاطب الذكاءات المتعددة؟ لا بديك أنت تحمل الميكروفون. هيدا الميكروفون قهرني اليوم. نحن عندما عملنا على مشروع الذكاءات المتعددة وكيف نطبقها في أو نطبقها في صفوف رياض الأطفال، عملنا مجموعة من النشاطات. مثلاً أولاً من الوجوه أكمل رسم الدائرتين داخل دائرة كبيرة وصغيرة، ملفات أم صالح. على فكرة رح أقول لكم سر، أول ما عملنا القصة سميتها الصبوحة، وأول ما نزل الكتاب كان باسم الصبوحة، بس بعدين طلع إنه ما قلنا حق لأنه الصبوحة اسم الكوبي رايتس يعني، فغيرناها لأم صالح. المفاهيم الزمنية مساء، صباح ومساء. عملنا مفاهيم مكانية طلوع ونزول. طبعاً نقص أم صالح منطلعها على الدرج، منقص أم صالح منطلعها طلوع، مننزلها نزول، كلها مع إرشادات. أرسم مثلاً الشمس تحت الصباح أو المساء لأنه صباح ومساء. استخدمنا أيضاً الأدوات المنزلية، قلنا غسالة، ويعني كمان سياق حياتي يومي للأطفال. أخذنا جيم حاخة، وهنا أسأل كثيراً لماذا أضع عائلة من عائلات الحروف مع بعض البعض؟ لأني أنا أؤمن بأن الطالب يفهم الحروف بطريقة أسرع بالمقارنة من أنه جرد الحرف لحاله. نصرف وقت كتير طويل على تعليم الحرف، حالة حال، بعدين الخالة حال، بعدين الجالة حال، كلها تجريد. عندما يقارن الحروف مع بعضها أسرع، ما تضيعوا وقت كتير على الحروف. الحروف مش اللغة، الحروف جزء من اللغة. حروف بده يقطع هذه المفردات الأساسية في القصة، بيحطها على اللون المناسب. شفتوا كيف الذكاءات
يعني بين الحرف يقول الكلمة وبيحطها على اللون، أما نيله أكثر من حسب الألوان نفس الوقت من ضمن الحرف. أنا حطيت لكم بالصفحة الأخيرة يعني كل النشاطات ممكن تدرس. طبعاً هون ضع دائرة حول جاحخة، لون الأصفر، كيف أتصرف تصرفاً صحيحاً مع الأدوات المنزلية. شايفين كيف فوتنا سياق الحياة اليومي؟ والحركة لهيدي بكل بساطة الطلوع والنزول هي الحركة، طلعوا فوق الطاولة انزلوا من الطاولة، يعني هي إذا بتكون تأمنوا الحركة. الشيء الوحيد اللي كان وما زال ناقصا هو الأغنية، الأغنية التي تأتي مع هذه القصة، يعني وهيدي عمل أكبر مني ومنكم، بدنا بعد مؤلفين موسيقيين للأطفال بس على الأقل. من زمان هيدي السلسلة إلها من 2003. أي خليني بس أمن وهلأ بتسألوني الأسئلة عن البروغرام إتسلف. انسولي البروغرام انسوه. أنا بدي اللي قلكن يا أنه أي قصة يمكن أن تستثمر بمجموعة من النشاطات التعليمية التي يمكن أن تخاطب كل الذكاءات. فرجي البروغرام مش لتشتروا، فرجي البروغرام لتعرفوا أن الأمر قابل للتحقق. عرفتوا علي؟ وأنتوا أكيد أكثر مني، أكثر إبداعاً مني، وبتعرفوا طلابكم أكثر، وكلها نشاطات بسيطة يمكن أن تطبق بشكل بسيط. بس هي الفكرة أنه ترسخ بأني عندما أعلم اللغة العربية علي أن أخاطب أكثر من نوع ذكاء، وأن أؤمن في هذا الصف البيئة المناسبة والغنية لتحفيز عمل الدماغ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.